أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل عاق لوالديه قاطع لرحمه، فهل له من ولاء؟ وهل يقاطعه إخوانه لعقوقه ذلك؟ هذا يعتبر من العصاة، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فإن كان في مقاطعته وهجره زجر له ليترك هذا الشيء فإنه يقاطع من باب التأديب. أما إذا كان مقاطعته لا تزيده إلا شرا فإنه لا يقاطع، وتواصل معه النصيحة لعل الله أن يهديه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.